السلام عليكم السلام ورحمة عليكم الله تعالى ورحمة الله وبركاته. وبركاته. في في هذا الفيديو الدرس إن شاء الله اليوم سوف إن شاء نقوم الله راح بإعلان ناخذ من تطبيق برنامج آخر تحليل الهواتف. على استخدام الأريز الأريز راح نستخدم والفانكشن functions وبروتوتايب ونرسل strings، فيعني فيها خلطة حلوة إن شاء الله. الأرقام راح التطبيق والاسم اليوم يكون الأول عبارة عن والثاني دليل تحليل الفانكشن هواتف شخصي عشان تطبع لي جميع محتويات دليل شنو أقصد الهاتف بمالي. هذا الشيء. يعني والفيديو راح اللي بعده يكون راح عندي دليل هاتف شخصي نشوف أدخل شلون فيه الأرقام، نقدر نطبع اسم واحد نبحث عنه في دليل أحفظها في هواتف أريز، مطبعة. وبعدين متى ما الحين بغيت أنا استرجع أبي رقم فانكشن الأرقام راح أسميها مثلا استرجع this من خلال يا إما الاسم يا إما رقم display التليفون. فساعات يكون عندي مسجل مثلا رقم تليفون على display all قطعة من الورقة، أكون ناسي صاحبها منه، الحين display بدل all أتصل نبي هذه وأخرج الفانكشن نفسي نرسل مع لها الصوت أدخلها في قاعدة البيانات البسيطة first اللي راح أسويها name بالاسم. واللاست الاسم سواء يكون الأول أو الثاني، نيم هكذا خيارات راح ندخلها. والنمبر، فعشان نبدأ في ونقول البداية لها لازم كم ناخذ عنصر بعض الأساسيات. تطبعه كي، بس كان تذكرون بالفيديو اللي فات قلنا كي ناقص واحد، لأن آخر راح واحد يشمل جبنا على، طبعا احنا فوق ما البيع خذينا زيادة للحين كي بلس كلاسز، بلس، فراح آخر واحد نكتبها حتى بطريقة لو بدائية لا حتى لو دخلنا ما بالتشابتر تحقق القادم الشرط ان شاء الله راح يزيد بالجوجل الكي، كلاسز فما نبي يعني نبي من الصفر تويتر راح إلى الكي ناخذ ناقص اثنين عشان طريقة أنظم آخر واحد وأحسن ما نبي يزيده. لإنشاء مثل هذه فلما الكي البرامج. ناقص لكن اليوم واحد باختصار أنا راح بادي نسويها بالصفر. بالشكل هذا. المقدمة اللي محتاج وهذه تعرفها الفانكشن اللي احنا ان نبي كيف نصممها. تتخزن الحين الأسامي، لحظة، احنا ما دزيت هني كيف اري، تتخزن الأرقام، ما دزيت اري كيف لان نسترجعهم، اسمها عبارة فراح عن بوينتر نسويها في يؤشر، هذا أريز. اللي عشان درسنا بوينتر احنا نبي الاسم يؤشر الأول على والاسم اول الآخر عنصر. احنا والرقم. كان فهذه تذكرون ثلاث معلومات، ان كل واحدة اري منهم اسمها عبارة عن بوينتر تعتبر مجاني حق أري. اول أسهل عنصر واحدة فيها. اللي هي اذا الانت، نحتاج نمبر، نكتب فانكشن رقم الشخص، تسوي ديسبلاي وحط له حق مثلا كل خلينا نفرض ان العناصر قاعدة البيانات مالتي اللي داخلها، فش تحتوي على ترجع لي الاريز هذه ولا رقم شيء. فويد او display هي الشخص all، افهرسهم. خلني تليفونات اغش اول كانت هذا كله تجيني عشان ما شريحة ارفع من مرة الرقم. ثانية، لو حبيت تزيدها دائما تقدر تحط هني واحطه هني. صفر زيادة يصير 1000، لكن الحين راح يعني اعرف اول كبرنامج واحد عبارة عن ابتدائي كار، خلنا نبدي ب 100، و اللي ترسناها زدنا ما الخانة يهمني الرقم. عدد الروز لكن يهمني فهذه عدد جدا سهلة، الكولومز. فممكن احنا اقول اتفقنا ادخل الرقم نسوي كذي، مال الشخص والثاني الاول، عبارة رقم عن الشخص كاركتر الثاني، رقم، وانا لما ادخل الرقم محتاج كار، ادخل كذلك الاسم، ونفس الشيء الاسم الاول والاسم الاخير ما ماله. يهمني اول فهذا يحتاج ان اقول عدد كار الروز لكن كاركتر يهمني، لان عدد الروز انا قاعد اخذه من فيرست هني نيم، اللي هي النمبر دائما اوف اقول لكم اختاروا اسماء تدل الايتم على اللي راح اطبع، ميداليها. لكن يهمني وايد فلما عدد اكتب الكولومز فيرست 10 عشان يعرف شلون يخطط. نيم، هاي هذا يسمونها شيء له علاقه في بعدين اذا خليته كامل مات تايب، ان اول حرف من اول متقدمه في الداتا مقطع ستراكشر راح من تعرفون جمله هذا كله ليش كان يسوي كذا. يصير بس كسل على في العموم ناس الحين يحبون اللي تحتاج يسوي تعرفون اندر انه سكور صار عندي فانكشن نيم بالشكل هذا، يفصل بينهم، لان تدرون ما نقدر نحط مسافه، انا احب هالطريقه. هذه انت نيم كي بدون ناقص واحد، طبعا لكن مقروءة مطرشين اكثر على من ما قيمتها احطها اقل من كذي. واحد، لكن انا بس كي بالنسبه لي انت كي اشوفها مقروءة اكثر. هذا كله احتاج اسوي له واحد يقول بروتوتايب ليش عشان اول يتعرف واحد عليه ما حط المين، انت كابتل، لان فانسخه لغه اوديه بروجرامنج هني سي بلس فوق بلس المين اي اذا اول مكان، حرف كابتل ما حطه نعتبره كذي واحط فاريبل، فاصله نعتبره منقوطه مثل كونستنت. كذي زين، معناته فاحنا سويت له نحط حرف بروتوتايب كابتل حتى يتعرف بدايه عليه، البرنامج. انا ناديته طيب هني هذا لان انا كاركتر، عرفته هذا حد، حرف واحد، فيما لو بس ما عرفته بيحرف بالكامل واحد. فوق ما احتاج حق البروتوتايب، خلينا نتفق ان خذيناها من قبل. الاسامي طيب شنو احتاج نقول اسوي ما هني؟ تتعدى 10 احتاج حروف. فور لوب، خلينا نشوف مثلا اطول اسم ممكن انت افكر اي فيه منه. من الصفر، اي اقل من عبد كي، الخالق، كل عبد مره اي تزيد الرابي، بواحد، عبد ال... كل يعني مره عبد اشرح الام، اطبع، عبد الله، اطبع واي بي سي كيو اوت ال ال اي اتش، يعني 7 8، نيم الاسم، خلينا نقول 10، وبعدين ان شاء الله نكون بعدين راح غطينا اطبع الاسم اطول اللي هو الاسامي، شنو؟ لان اسم واحد، ها مو الاسم والاسم فيرست العائله، اسم واحد نيم مركب. واحط العنصر اذا شايف الاول ان ال 15 هو الرقم اي المناسب او 20، ما احتاج احط تحط هني بس لان انا ما طابع انا ما الحرف ادري الاول انا حاط الثاني 10 الثالث، مجرد ما اسوي شيء وراح يطبعهم كلهم لغايه سلاش زيرو تقدر مثل ما شفنا في فيديو سابق. تطلب هذا بعدين الشيء. احتاج احط طيب بس هذا مسافه حق فاضيه شخص بين واحد، الاسم الاول انا والاسم عندي الاخير، 100 رقم هني، بعدين عندي لاست 100 شخص، نيم هذا عند الاي هذا نفسها، سترينج او مجموعه حروف متلاصقه، بعدين حق اكتب اسم مسافه شخص بعدين نمبر، واحد. فانا ابي نفس هذا 100 وبعدين مره اكتب النمبر عشان يتوافق مع هذا. عند نفس بس اسوي الاي اخليها الرو ولا الكولوم؟ اخر شيء اندر، يعني احط هني ال 100
خلصنا ولاحظها البرنامج، هني الامياه. فخلنا نشوف طب اذا الرن حطيت امياه هني شلون صار الاعمده لو انت 100 عمود وعشر صفوف، بالضغط بس على انا ما ابتدي، 11 انا انا هني بس ما ضيعنا فاصلة عندي منقوطة 100 هني ولا صف هناك ولا كنا مبلا وكل صف يمثل كار رقم. هذا. اذا ما اذا احتاج احط هذا هذه شنو الشياب الجهه هذا الثانيه، هني؟ احتاج احطها هني، فعندي 100 هذا100 صف، البروتوتايب، كل صف يمثل هذه string شابهة هني of 10 الكي، characters. ماشي كذي هذه نقراها. ياتني بالغلط، هذا بالنسبة حق الاسم الأول. ياتني بالغلط، ما لي شابهة تحت. انزين، أكون ونبي هني كذلك بعد الاسم نفس الشيء، الثاني أو هشيل الاسم هذه بعد الأخير، هني. فأحط فاصلة last انزين name 100. بعد شنو يشتكي من